فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكن معرفة أسماء الله وصفاته؟ هل هو بمجرد ذكرها في الكتاب والسنة، أو لا بد من التصريح بأنها أسماء؟ وهل هناك كتب قد اعتنت بهذا النوع من التأليف؟ كتب التوحيد، كتب التوحيد فيها أسماء الله وصفاته، وأسماء الله لا تحصى، لا تحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها تؤخذ من القرآن، تؤخذ من السنة الصحيحة. نعم، يؤخذ من الموجود، وإلا فيه أكثر من ذلك. نعم.